طيب خلينا بقى نطمن حضراتكم على طبعا تدريب الفريق قبل المباراة اللي جاية، مباراة النصر في الكاس يوم الأربعاء إن شاء الله. نروح لزميلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الخير عليك وكل سنة وأنت طيب بمناسبة رمضان. يعني مساء الخير عليك زميلتي العزيزة سارة محسن والزميل العزيز أحمد سمير، كل سنة وطيبة، والزميل العزيز أحمد كل سنة وطيب، وكل مشاهدينا مشاهدة ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طيبين وبخير يا رب، ويبقى شهر كريم علينا كلنا بإذن الله. أنت طيب يا روقة. فاروق نبتدي معاك النهاردة بتمرينة النادي الأهلي، عودة بعد غياب 24 ساعة، طبعا راحة حصل عليها فريق النادي الأهلي عشان حالة الإجهاد اللي بيعاني منها اللاعبين في الفترة الأخيرة، استعدادات لمباراة النصر. اتكلمنا عن أهم لقطات التمرين النهاردة. يعني بالظبط زميلي العزيز احمد، فعلا حاله الاجهاد اللي بيعاني منها النادي الاهلي خلال الفتره الماضيه وايضا الفتره القادمه في ظل ضغط وتلاحم المباريات، من الممكن ان العنوان ده هو يكون عنوان مباراه الاهلي والنصر. لذلك الجهاز الفني يعني النهارده كان طبعا انت عارف المسحه الطبيه اللي بتكون قبل اللقاء ب 48 ساعه، تم اجراء المسحه الطبيه ثم محاضره لمستر بيتسو موسيماني مع اللاعبين للحث على ضروره عدم الاستهانه بالخصم وعدم النظر لفريق النصر كأحد أندية الدوري الممتاز به، وضرب مثل بفريق بتروجيت اللي صعد لدور الثمانية وقال لازم نتجنب مفاجآت كأس مصر. عندنا مجموعة من الغيابات، عندنا مجموعة من الإصابات، لكن لازم نركز في هذه المباراة. احنا مطالبين ان احنا بنحافظ زي ما احنا عايزين نحافظ على دوري أبطال أفريقيا، أيضا مطالبين بنحافظ على الدوري المصري وأيضا كأس مصر، بطولة مهمة. مستر بيتسو موسيماني عقب المحاضرة انطلق المران، يعني تقدر تقول من ملامح المران اليوم مستر بيتسو موسيماني خلاص، يعني في بعض العناصر استقر عليها ان شاء الله تكون في التشكيل الاساسي ان شاء الله للمباراه القادمه، بيدي الفرصه طبعا للعيبه اللي كانت غايبه عن المباريات في الفتره القادمه. جرب اللاعب الناشئ احمد نبيل كوكا في مركز الظهير الايسر طبعا في ظل غياب علي معلول ومحمود وحيد للاصابه، وايضا ايمن اشرف اللي شعر باجهاد في الفتره الاخيره. احمد نبيل كوكا هيكون هو الظهير الايسر للاهلي في هذه المباراه. ايضا ادى فرصه لناصر ماري اللي شفناه النهارده في مركز يعني لاعب خط الوسط بجوار اكرم توفيق النهارده، يعني تقدر تقول مستر بيتسو موسيماني بيحاول ان يدخل بعض اللاعبين اللي كانوا بعيدين عن المشاركه في الفتره الاخيره علشان يعني مباراه النصر ثم مباراه الزمالك. من الامور المهمه جدا اللي شدد عليها الكابتن سيد عبد الحفيظ وبيتسو موسيماني للاعبين عدم النظر للقاء الزمالك وضروره التركيز في مباراه النصر، ثم عقب مباراه النصر نركز في مباراه الزمالك. انا معاك زميلي العزيز احمد، زميلتي العزيزه ساره، لو في اي استفسار او اي تساؤل. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح، ومره ثانيه كل سنه وانت طيب. يعني اعتقد انه مباراه مهمه جدا وفرصه للاعيبه اللي كانت بعيده او اللي بتدور على فرصه عشان تقدم نفسها للجهاز الفني والجمهور النادي الأهلي في مباراة النصر، وإن شاء الله بإذن الله يكون الفوز حليف النادي الأهلي.